Hey you guys, how are you today? Okay, so it's about 4:50 p.m. here in Canada, in Toronto. وأنا اليوم راح أعمل قراءة لبرج الجدي Capricorn لأني زي ما قلت before إنه راح my next reading حتكون للبرج اللي got more views which is Capricorn يعني اللي كانت عنده أكثر مشاهدة. So راح حيكون الجدي اليوم. This is for mid month في منتصف شهر أغسطس. القراءة دي تكون عشان mid month. بس أنا عندي sorry guys, أنا اليوم مش حابة أكون on camera لأني I'm not feeling well. I have migraine. And it's really, really extremely hot here in Toronto. الجو حر كتير وعندي migraine. أنا ما بستحمل الجو السخن. So yeah, so yeah, I'm not gonna be on camera. I apologize for that. So yeah, رح أعمل قراءة لبرج الكابريكورن اليوم. رح أستعمل the divine, the tarot of the divine لقراءتي. وراح أعمل توضيح لو احتاج الأمر. طبعاً لو لاحظتوا من قراءتي السابقة لكابريكون كانت قراءة يعني very deep. يعني I don't know what to say to be honest. أنا مش حابة أني أتكلم بالسياسة, بس حابة أعطيكم نبذة بسيطة على كندا وعلى our Prime Minister Justin Trudeau. هو راح أحاول أحكي عربي لأني مش حابة إنه يوتيوب تقفل my channel يعني you know so أو تعمل لي you know block it or something. مش حابة مشاكل. بس إحنا يعني Justin Trudeau هو جدي, هو كابريكورن. يعني القمر عنده في اريز في الحمل. وال بس حابه اتذكر سوري جايز بحاول اتذكر his chart. So yeah, وعنده his rising ascendant فيرجو. اوكي العذراء. طبعا من فتره بسيطه بعد ما عملت انا القراءة اعلن انه هو وزوجته منفصلين. والواقع يعني طبعا اللي عايش في كندا يعرف انه هو وزوجته منفصلين بقالهم فترة طويلة, بس هو اعلن عليها بس couple of days ago. اوكي, وفي كتير شائعات هون عليه انه هو يعني جاي او انه هو عنده علاقة مع احد المينسترز اللي بتشتغل معه. كتير شائعات كتير. بس اللي ما بيعرف يعني كندا او اللي بيفكر انه يهاجر لكندا, انا احب اقول لكم انا بقالي here in Canada too long. يعني too long. كندا تغيرت كتير 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 كتير. من حوالي I would say 15 years تغيرت, بس صارت اسوأ من 2015. صار يعني مش عارفة كيف أحكي لكم, يعني صارت الحياة كتير مقرفة بصراحة. يعني أنا كندا هي بلدي أوكي, بس الحياة هير يعني صارت من يوم ليوم من يوم ليوم أسوأ من الأول, وبالذات من 2015. يعني إحنا أنا من ضمن الناس اللي انتخبته, و كان عندنا أمل كبير فيه إنه يعني you know he's younger وإنه هو يعني حيكون حاجة different. but anyways so yeah so أنا بس أحب أقولكم إنه في شيء أشياء بتحصل في كندا غريبة. أوكي مش مفرحة, وإنه لها علاقة كتير بال ال الحزب اللي موجود في الحكم الآن من 2015 طبعاً. وإنه يا yeah,
بنتمنى الأمور تتحسن، كلنا بنتمنى هذا، بس حنشوف. We never know. أنا آسفة طبعاً أخذ الموضوع 5 minutes، بس anyways. فقراءتي للجلي كانت منطبقة كتير. أنا بعرف ناس من الجلي كانت منطبقة كتير على اللي حصل معها. وزي ما أنتوا شايفين أنا بعمل شفل الكارت، أنا ما بوقع حتى بتجي يعني توقع. وأنا I like jumpers، بس I shuffle a lot. Okay, I shuffle in front of camera. يعني ما بحب إني أعمل spread وبفتح الكاميرا وبقول لكم أنا I already shuffle. بعمل shuffle عشان for credibility، من أجل المصداقية. Okay، بحب أعمل shuffle my cards in front of camera. وحنشوف ناو القراءة كيف راح تكون. Okay، مش عارفة إيش راح أسميها القراءة، راح أشوف للآخر لأنك you can't tell. أوكي، بس في شيء غريب راح يحصل في كندا، مش عارفين إيش هو. طبعا في انتخابات جديدة راح تحصل، ومش عارفة بالنسبة للشائعات اللي بنسمعها والأمور اللي بنسمعها إذا كانت حقيقة أو لا. برضو أنا مش عارفة إذا كنتوا سامعين إنه هو في ناس كتير بتقول إنه هو ابن التايرنت فيدل كاسترو. I don't know. فكتير في كتير كتير مؤمنين بهذا الشيء ومعترفين به. في حتى إنه لو عارفين جو روغن، he's a very well known influencer and يعني شخص معروف كتير، بيقول إنه لو إنه يعني جي تي يعمل دي ان اي ويثبت انه هو مش ابن فيدل كاسترو، يعني مش ابن بيير تريدو. ف I don't know لو كان الموضوع هذا حقيقة او لا، يعني we don't know. اوكي، بس دائما ما في شائعة الا لها مصدر معين. يعني حتى موضوع انه هو انفصاله عن زوجته كان بقاله فترة طويلة، والناس يعني مش كل شيء الناس مصدقة، لحد لغاية ما هو طلع couple of days ago قال الموضوع هذا. anyways رح نبدأ القراءة ونشوف ايش رح يصير مع حبيبنا جي تي ومع كل ال Capricorn out there. Sorry guys، اخذ this enough of the rant. it's 7 minutes وانا بحكي. يلا نشوف القراءة ايش رح تطلع للجدي. okay this time راح أعمل بس 6 card spread، مش راح أعمل Celtic cross. أوكي، ولو احتاجنا للتوضيح راح نوضح. أوكي، judgment، the tower، judgment، the tower. بس أنا لما بشوف these two cards على طول بعرف ان في شيء راح يقلب الموازين upside down. اوكي، شيء فظيع راح يصير. اوكي، شيء يعني I don't know you know tower، هذا الانرجي تبع يورانوس. اوكي، with judgment برضو like kind of you know Pluto. يعني هذو الشيئين، هذو الاثنين Pluto Uranus، يعني شيء راح يتهدم فجأة. يعني شوف divine intervention basically، كل ما بتطلع التاور the universe الخالق okay God بيتدخل عشان يحصل تغيير يعني كان من زمان. The planets كانت pushing us، the universe كانت يعني بتدفعنا عشان نحدث التغيير، لكن بطبيعة الإنسان أو القراءة هذه للجدي، بطبيعة الإنسان بصفة عامة إنه ما بيحب التغيير، بيحب يقعد في نفس. وإحنا هون في كندا يعني في ناس كتيرة مسالمة، زي ما قلت من 2015 في أشياء كتيرة تغيرت، وفي يعني ناس غرباء صاروا بيجوا here. بس anyways
يعني شيء مش عادي صار بيحصل في كندا. بس anyways التغيير راح يحصل، والتغيير هذا اللي راح يحصل مش راح يعجب ناس كثيرة، اوكي؟ وراح يفزع الناس، راح يخوف الناس، اوكي؟ هي القراءة هذه للجري، اوكي؟ بس التغيير راح يحصل في حياتك يا عزيزي الجري، اوكي؟ انا ام سوري، انا قلبت على شخص، ما تاخذوني يعني، في كثير ناس كابريكورن they're very like ناس محبوبة وناس طيبة، وانا نفسي بعرف كثير ناس من كابريكورن ناس طيبة، وعندي اكشلي علاقة كثير مع شخص عزيز علي كثير هو الجدي، بس انا بحب اقول ان التغيير راح يحصل، اوكي؟ التغيير راح يحصل غصبا، شئت ام ابيت عزيزي الجدي، شئت ام ابيت التغيير راح يحصل، اوكي؟ في حياتك، وتغيير احتمال كثير مش راح يعجبك، اوكي؟ The Wheel of Fortune، التغيير هذا راح يحصل عشان حالك تتغير، اوكي؟ عشان you have to move on، you have to change، لازم تتغير، في شيء لازم يتغير في حياتك، اوكي؟ في شيء كبير، شيء كبير راح يتغير في حياتك، الشيء هذا اللي راح يتغير في حياتك، اوكي، راح يخليك سهران طول الليل تفكر الان، حيران مش عارف ايش تعمل، اوكي؟ يعني انت بتتمنى ان التغيير هذا راح يحصل للافضل، بس التغيير هذا رح يخليك سهران طول الليل، عندك أرق، بتفكر، خايف. شوفوا الديبكشن في الصورة هاي، انت خايف، انت خايف كتير، مرعوب، مش عارف ايش رح يصير بعد التغيير هذا اللي رح يحصل، كأنه في خبر رح يجيك، اوكي؟ يعني شوف انا مش حابه اركز بس على التاور، على هذا الانهيار، هذا انهيار لان الفاونديشن تبع البالاس هذا او التاور هذا مبني على شيء مهزوز، على الفاونديشن تبعه مهزوز، مش متين، not solid، اوكي؟ شوفوا الصاعقه اللي حصلت اللايتنينج هاي راح تهدم التاور، وشوفوا الاشخاص اللي وقع منه، وقع من التاور، يعني هذا امر فظيع، اوكي؟ This thunder راح يوقع التاور، This lightning sorry the lightning not it's the lightning الصاعقة I don't know whatever. شفتوا اللايتنينج هذا اللي جاي من السماء؟ This is the divine intervention. الخالق راح يتدخل عشان يغير الوضع. اوكي؟ عشان يهدم الوضع هذا لازم كله راح يتغير. هذا التاور لازم ينهدم عشان يبني الاساس يتبنى على صح، على فاونديشن قوي. اوكي؟ الاساس يتبني يكون قوي. هذا راح يخوفك. شوف انت كيف منعزل وخايف، انت منعزل وخايف، خايف كتير، خايف. شوف السيوف هذه كلها حواليك، خايف تيجيك واحدة من السيوف هذه وتنغرس في ظهرك، اوكي؟ سهران طول الليل خايف، حتى انك مخبي راسك، انت مستخبي، خايف، معزول، منعزل. شوف سورتس، يعني شوف من 8 of swords ل 2 of swords وحيران. 2 of swords كأنه عندك خيارين لا ثالث لهم، خيارين لا ثالث لهم، يا اما تختار هذا الطريق او تختار الطريق الثاني، الامر مش يعني امرين، شيئين، امرين مش طريق،
لو كان two fonts or yeah لو كان two fonts بقول لك طريقين two paths، بس هذا عندك خيارين أمرين لازم تختار واحد منهم. شوف أنت كأنك في نار من التفكير وال يعني مش كافي إنك أنت مستخبي من الجميع وخايف ومرعوب، أنت في نار بتحرقك. شوف نار هاي مش عارف إيش تعمل، مش قصدي بتحرقك يعني physically، النار هذه يعني الحيرة، نار الحيرة، أنت محتار مش عارف إيش تختار. الله it's like a rhymes. في نار مش عارف إيش تختار، محتار مش عارف إيش تختار. يا Eight of coins, Eight of pentacles. Okay. بس رح تعمل المستحيل إنك أنت يعني تحسن من الوضع. أنت شوف أنت بتشتغل coins اللي هو ال الذهب أو الدنانير الذهب. Okay. بس يعني شوف الديبكشن she's crying بتبكي يعني منغمس في العمل، منغمس بشكل مش عادي في العمل عشان تحسن الوضع. اللي اجى التاور واجت divine intervention هدمت المسألة، هدمت الوضع، هدمت البيت، هدمت القصر، هدمت عشان التغيير غصبا عنك. هذا حصل شيء غصبا عنك مش بإرادتك. أوكي أنت شغل نفسك بالعمل وعاوز تتغلب على الأفكار السوداء، الأفكار اللي مخلياك خايف وعايش برعب، الأفكار اللي مخلياك عايش في نار من الحيرة، منغمس في العمل عشان تتغلب على هذه الأشياء كلها، خايف من التغيير. Wheel of Fortune بتقول التغيير راح يحصل شئت أم أبيت. أوكي أنا حابة أقولكم شيء، أنا ما بقرأ ما بعمل deliberately إني أقلب الأوراق، أنا بقولكم here هذه علامة تغيير. أوكي تغيير، التغيير راح يحصل شئت أم أبيت يا عزيزي كابريكورن. أوكي الكون جي عشان يغير كل شيء. شفتوا This is divine intervention، هذه يد الخالق تدخلت للتغيير. These are major arcana guys. Okay? These are major arcana. الثلاثة هاي اللي فوق major arcana. هذه أشياء تؤكد الملائكة واليونيفرس بتأكد إن التغيير راح يحصل. بتأكد إن هذا الكلام صح. شئت أم أبيت. Okay? عشان هيك أنت منعزل وخايف. Out of six cards عندك three major arcana. يعني في emphasis، في تأكيد، في confirmation إن الشيء هذا وتوثيق من the guide من the spirit from the guiding angels from the universe إن التغيير راح يحصل شئت أم أبيت. أوكي؟ أنت راح تحاول إنك أنت تحسن الوضع، راح تحاول إنك أنت تنغمس في العمل عشان تغير الوضع وتحسن من الأمور، بس مش عارفين. أنا I'm gonna pull more cards. أوكي للتوضيح، وزي ما شفتوا I shuffle، يعني أنا مش رح أنزل أوراق من غير without shuffling. أوكي من المهم جدا المصداقية في القراءة، هذا شيء مهم جدا عندي أنا.
اوكي سو راح اختار انزل مور اكسترا كاردز عشان اوضح القراءه. هذه the eight of pentacles, eight of coins هي عملك انت الدؤوب، محاولتك انت انك انت تحسن من الوضع او تحاول تخليه شوي مستقر، بتحاول تشتغل ليل نهار. طبعا افهموا كلامي يا اصدقاء، اوكي؟ لو كانت القراءه هذه لصاحبنا اللي انا ذكرت اسمه في البدايه، يعني راح يحاول انه هو يحسن من الوضع، بس I don't know. يعني I'm sorry Capricorn، اوكي؟ في شيء في حياتك راح يتغير. في شيء في حياتك راح انا مش عارفه ايش هو هذا الشيء، انت تعرف ايش هي قصتك. ايش هو موضوعك؟ ربما يكون عمل، اوكي؟ من the eight of pentacles انا حاسه انه هو عمل. ربما يكون في بيتك، حياتك العائلية باعتبار the tower. tower هذا البيت الأساس، أساس البيت راح يتهدم لأن أساسه مش مبني على الصدق والإخلاص، وأساسه مش متين، مش عارفة إيش يعني، it's very weak you know، مبني على الغش والخداع والكذب والنرجسية. and I'm sorry. راح يتغير الوضع وانت خايف، انت مرعوب، انت عايش في كورنر وشوف السيوف هاي حواليك، مرعوب وخايف مش عارف ايش تعمل، لان ما عندك الا خيارين فقط، عندك خيارين لازم تختار واحد منهم. راح تحاول تحسن الوضع بس مش عارفين. اوكي شوفوا اصدقائي انا اوكي سو هذه اتقلبت، راح اخذها اتقلبت قدامكم فور اوف كوينز. انت راح تحاول انك انت مش بتحاول تحسن الوضع، راح تحاول تحافظ على مكانتك. شوف انت ماسك بالكوينز، ماسك فيها مش عاوز تتركها، خايف من اي احد يجي ياخذها منك. these coins four of coins. four of coins is a representation، بتمثل الشخص اللي هو انا يعني هي عادة بيطلقوها على الشخص البخيل، الشخص اللي مش عاوز يحب التغيير، الشخص العنيدي اللي متمسك بآرائه وافكاره، اوكي؟ متمسك بشيء بشكل كبير، مش عاوز يتخلى عنه ومش راح يتخلى عنه مهما حصل، اوكي؟ مش راح يتخلى. بس التاور اجا، يعني حاولوا كتير ناس يقنعوه تخلى تخلى تخلى، مش عاوز، بس the tower is here and the judgment is here. these are major arcana. these three cards at the very top, both of them wheel of fortune، الثلاثة major arcana. هاي الكاردز هاي بتقولك الوضع راح يتغير شئت ام ابيت. خليك انت متمسك بالكوينز، اوكي؟ خليك متشبث برأيك، خليك عندي، واحنا عارفين برضو ان الجدي شخص عندي. I'm sorry guys، هذه القراءة مش ضد الجدي، اوكي؟ هذه القراءة مش ضدك يا عزيزي الجدي، اوكي؟ بس انا حابة اقولك ان التغيير راح يحصل سواء تمسكت انت برأيك او لا، اوكي؟ you have to let go. You have to let go. You have to release. How do I say let go? اترك الموضوع. اوكي؟ خلاص. الخالق تدخل عشان يغير الوضع. So you have to let go. وانت خايف اساسا، انت خايف مرعوب. يعني I'm sorry. التغيير راح يحصل شئت ام ابيت. Oh my god. Three of swords. Three of swords. I'm sorry. اسفة يا عزيزي الجدي. التغيير اللي راح يحصل مش راح يكون مفرح لإلك، مش راح يسعدك، اوكي؟ مش راح تفرح انت بالوضع، راح تتألم كتير، اوكي؟ راح تحزن كتير، راح تبكي كتير. guys eight of swords
two of swords and three of swords. اوكي؟ نتيجة التغيير هادي احنا نصحناك قبل هيك انك تغير من وضع، بس انت مش حابب تتغير، مصر، متشبت، عندي، متشبت بكلامك، متشبت بالوضع انه هو يفضل زي ما هو. But the divine, okay, the الكون, the universe بتقول لك no, التغيير رح يحصل مش على كيفك. I'm sorry, مش على كيفك. احنا نصحناك بس اللي رح يحصل مش رح يعجبك، مش رح يعجبك، رح تزعل ورح تبكي ورح تحزن. انت بس مش رح، انت بس مش قاعد في كورنر زعلان وخايف وخايف. شوف انت يعني، شوف الجلسة، شوف الجلسة، مخبي راسك، مستخبي وخايف، يعني القعدة اللي انت قاعدها مش خايف، خايف ان احد السيوف هذه تقع عليك، تقع على رجليك، تقع على دراعك، على ايدك، على جسمك. انت جالس جلسة مش مريحة، حتى انت عايش في رعب، عايش في خوف، مش عارف حتى ايش تختار. قلنا لك احنا عندك خيارين بس انت مش عاوز تختار. So اللي رح يحصل مش رح يعجبك. اوكي؟ Three of Swords يعني هذه ألم، حزن، بكاء، جرح. يعني Three of Swords هذه طبعا هي عادة شخص طعنك من ظهرك. او شخص، سوري مش من ظهرك، شخص طعنك في قلبك. Three of Swords عادة شخص طعنك في قلبك، بس هي betrayal يعني كأنه طعنك من وراك من ظهرك، بس نو، هو الطعنة جت في قلبك. هي غش، هي شخص خدعك. اوكي، بس هي مش like a Ten of Swords. Ten of Swords الطعنات كانت كلها في الظهر، اوكي، stab in the back، بس طعنات Three of Swords في القلب، على طول في القلب. اوكي، شوف ال this one it shows only two، والثانية جت في ال يعني طلعتها انت من قلبك. شوف في دم حتى حواليها، انت طلعتها، انت قدرت تترك تطلع السيف هذا من قلبك وماسكه بايدك، وشوف الدم حواليه، بس الاثنين هادو ستيل في قلبك، مغروسين في قلبك. اوكي، انا ستيل بقلب الاوراق عشان the hierophant. The hierophant, this is اخر ورقه طلعها. The hierophant هذا is the high priest. هو القضاء الاعلى. بعد ما دخل الديفاين سورس، الخالق، the god, the universe تدخلت عشان تعمل التغيير هذا. يورانوس غصبا عنك اجى القضاء الاعلى او الكاهن. High priest is just like high priestess. هذا هو ال 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 اللي يعني في ناس كتيرة بتمثله بالخالق. Hierophant. The high priest, the higher, like the pope. Okay. راح يكون حكمه، هو حكمه الأخير على الموضوع. اوكي، I'm sorry Capricorn. يعني هذه قراءة mid month for August بيقول لك ان التغيير رح يحصل، شئت ام ابيت التغيير رح يحصل. اوكي، اعطيناك فرص كتيرة، اعطيناك فرص كتيرة انك تعمل التغيير، بس انت كنت متشبث برأيك، متشبث بالكوينز، متشبث بالعند، متشبث بالسلطة، متشبث بالحكم، مش قابل تغير.
تشتغل ليل نهار عشان تضلك في السلطة، في الحكم، في الوضع اللي انت فيه. اوكي، بس التغيير راح يحصل للأفضل لصالح الجميع. اوكي، مش كل شيء عشانك انت، لصالح الجميع. The wheel of fortune، التغيير لازم يحصل. اوكي، يعني Hierophant also, Hierophant is a major arcana as well, by the way guys. Okay, I'm sorry. التغيير راح يحصل بس مش راح يعجبك. I'm gonna pull another card from Island Time Wellness. Island Time Wellness. These are beautiful, like they're not really oracle, but they're similar to oracle cards. أسفة جدا عزيزي كابريكورن، بس sabotage, rebuilding, interrogation, persistent, working on it, hammer. يعني شفتوني guys إني أنا I shuffled the cards. Hammer, you know what hammer is, this is the hammer. This is the hammer. This one is similar to divine intervention. Similar to the tower. Okay? مثل التاور، مثل التدخل الخالق عشان يغير الوضع غصبا عنك. شوف. He's coming with the hammer. في الأول بالthunder واللايتنينج، و now with the hammer in his hand. Destroy everything to rebuild. راح كل شيء راح يتهدم عشان يبنى من اول وجديد، يبنى على solid foundation. Rebuild، اعاده بناء، اعاده بناء هذا التاور اللي هو كان مبني على اساس خطا. هذه السياسه، هذا الاسلوب، اسلوب الحياه، البيت. يعني انا مش عارفه كيف اوضحها اكثر من هيك. سابوتاج، انت عملت على تأخير تحسن الوضع. انت بدل ما اعطيناك مكانة، اعطيناك فرصة، اعطيناك سلطة، بس انت عملت على انك سابوتاج ذات the development of whatever or the advancement of whatever. You guys fill in the blank. Okay، انت عملت انك انت وقفت التحسن في الأحوال، عملتها أسوأ، بدل ما تحسنها عميتها. أنا قراءتي هذه لشخص معين. أوكي، but I'm sorry Capricorn. Rebuilding exactly. Sabotage, rebuilding، إعادة بناء، interrogation، راح يكون في تحقيق، راح يكون في تحقيق. Persistent, working on it. وفي إصرار ورح نعمل عليها، يعني working on it. بس الهامر جاية عشان rebuild. Rebuild، إعادة بناء على أسس صحيحة. يعني مش عارفة ايش اقول عزيزي الكابريكون. لو القراءة هذه انطبقت على احد، اوكي، if it resonate please guys let me know. بس انا عارفة هذه القراءة لمين. اوكي، انا عارفة. separation. oh my goodness like guys what else. separation، sadness، missing you، thinking about you، yearning، unsure of future. Unsure of the future. This confirmation to these three cards. حزن، انفصال. حزن، انفصال. حزن على الماضي. اوكي، شوق لمن كان في الماضي، لكن انت حزين، تعيس، بتبكي. اوكي، متألم، مجروح،
انت مش مجروح، انت جرحت نفسك، ما في حدا جرحك، انت اللي جرحت نفسك. اوكي، انت ندمان متالم. This said separation، انفصال. ندمان، عايش بألم وبحزن وخوف، مش عارف ايش ممكن يحصل في المستقبل. Unsure of the future، مش عارف. هذه تأكيد لل Three of Swords، Eight of Swords and Two of Swords. مش عارف ايش راح يحصل in the future، مش عارف، بس ال future قالك راح يتغير لصالح الجميع. ربما يكون لصالحك انت، لانك انت عملت اشياء خطأ. enough. اوكي، لو ما عملت اشياء خطأ ما كان اجى التاور وما اجت الهامر. اوكي، انت عملت اشياء خطأ، مش في صالح عائلتك، مش في صالح وطنك، مش في صالح الناس اللي حواليك. بدل ما انك انت تصل، اعطيناك السلطة والامر بايدك، لكن انت خربت، فصار الاوان، حان الاوان للتغيير، التغيير. اوكي، مش عارف ايش راح يصير في المستقبل من الحزن واليأس والتعاسة والشقاء. I'm so sorry guys، I'm really really sorry. انا اليوم كنت راح اختار من الشارمز هذه برضو، راح اختار اوكي راح اختار وقت اشوف ايش ممكن يصير. اوكي، زي ما شايفين اني انا قاعده بقلب في الشارمز. اوكي، انا حتى ما بشوف لها، انا بشوف عيني على الكاميرا. يعني زي ما شايفين انا بشوف الكاميرا. I'm gonna pull one. Music. I got a tone here. A note, sorry. A tone. Yeah. Music. Another music. Guys, I can't believe it. Another music. يمكن هذه بتقول لك يعني حاول انك انت من كتر الأرق والألم، حاول انك انت يعني تشغل حالك الموسيقى عشان تغير. Guys, see what happened on separation, on sadness. وقع الكراون، التاج. التاج وقع على separation، وقع على sadness، وقع على missing you. انت رح تفصل عن السلطة، السلطة راح تأخذ منك، لأنك ما عملت الصح لأجل أهلك وناسك والناس اللي حواليك. أوكي، راح تحزن على فقدانك للسلطة لهذا التاج. أوكي، القراءة هذه إلك يا جدي، إلك يا كابريكورن. وأنا الآن عارفة إيش راح أسمي القراءة هذه. أنا I'm so sorry. اوكي، عزيزي الجدي، لو انك بتعمل اشياء غلط لاجل عائلتك ولاجل اهلك ولاجل وطنك، التغيير جاء، استعد. اوكي، استعد. Thank you so much for joining me. اوكي، و see you on the next one. Love you guys.